بسكوت جوز الهند مثل بتشتروه من المخبز بعشر دقايق وبثلاث مكونات وما بتصدقوا الوصفة شو زاكية وسهلة وبسيطة وسريعة وكتير أوفر إنكم تحضروها بالبيت. وعلى فكرة قررت أفتح مخبز بعد هاي الوصفة. أول إشي عندي بياض خمس بيضات عليهم برش ليمونة، معلقة كبيرة من الفانيلا وكوباية كبيرة من سكر شعبان. بحركهم كتير منيح مع بعض ليصير عندي قوامهم مثل الفوم أو الكريمة لحتى يكونوا من جوا كتير طرايا وكتير فلافي. بعد هيك ضفت عليهم خمس كوبايات وربع من جوز الهند وقلبتهم بالمعلقة لصار عندي عجينة متماسكة. باخد سكوب البوزة بشكلهم وبحطهم بصينية عليها ورقة زبدة. ما عندكم سكوب البوزة ما في مشكلة، شكلوهم بإيديكم بالمعلقة بفنجان بصحن بأي شيء متوفر بالبيت. بعدين بدخلهم على الفرن على حرارة 180، النار بدها تكون شاعلة من تحت، بياخدوا معاي بالضبط 8 دقايق لياخدوا لون حلو من تحت. بعدين بحمرهم بياخدوا بالكتير دقيقتين لثلاث دقايق. مش قادرة أحكي لكم قدي الوصفة بتجنن وبتشهي.